أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 22 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن
ترجي من تشاء منهن
أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل معكم في تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل معكم في تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من
شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل معكم في تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا
إن الله يمسك بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.